خالد لافي، اصغر ديفلوبر معنا اليوم، وش شعورك اليوم ستارت اب ويكند؟ والله الشعور جميل، خصوصا لما تشوف الحماس الموجود هنا داخل القاعه والطوابير، الناس اللي تبغى تقدم افكارها، شيء رائع جدا انك تشوفه موجود هنا في السعوديه. هذا اول ستارت اب ويكند معنا السنه هذه. طيب انت شفت شلون اللاين؟ في كل واحد بيجي بيعرض 60 ثانيه الفكره حقته، تعتقد انها مناسبه وكافيه له؟ كافيه، انا اتوقع انها كافيه كحد يعني جيد جدا، في ناس بعدك، في ناس قبلك، وفي في ناس ما هي معجبه بفكرتك اصلا يعني، فخفف روح. طيب وبعدين يمكن انا يمكن احد ما حد فهم فكرتي، شلون اترجمها لهم؟ انت ممكن انك تنقي يعني ناس حسب معرفتك فيهم، تروح وتقول له فكرتك بشكل مطول، واذا عجبته راح يدخل معك اكيد. طيب انت اليوم معنا ديفلوبر مطور، وش 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 وش, وش المجال اللي خلاك تصير فيه التطور؟ انا ودي افهم اساس، اعلم الشباب اليوم هنا وش خالد لافي مميز فيه. انا كمبرمج، شغلي بعيدا عن الدراسه، مع انتو في، شركه انتو في اشتغل. ايوه تشتغل في انتو في؟ أيوة. وين طالب؟ نعم. ما شاء الله، وش تشتغل فيه مجال؟ كمطور ومصمم. ما شاء الله. اي سنه تدرس الحين؟ سنه تحضيريه. لا 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 كبير. طيب ومتى بدت عندك الاشياء هذه؟ تقريبا لي 3 سنين او 4 سنين. واو. طيب انا ابغى اعرف اليوم راح تشتغل في الديفلوبر او ديفلوبر في مجال معين؟ انا راح اكون موجود كمبرمج فقط. مبرمج تساعد الستارت اب نفسه؟ اي، اذا عجبتني فكره راح ادخل معهم كممبر في الفريق. طيب شفت شيء للحين ولا توكم؟ والله توهم بدا سحبتك انا من التقرير. طيب بنقابل احنا بعد ما نخلص من الافكار وبسالك، لقيت شيء ولا لا؟ اوكي خلاص، يعطيك العافيه.